تستمر منافسات بطولة كأس السعودية الفروسية في نسختها الثالثة بمشاركة أشهر جياد العالم في يومها الثاني بميدان الملك عبدالعزيز الفروسية، وتعتبر البطولة هي الأغلى في سباقات الخيل في العالم بجواز تصل إلى 35 مليون دولار، مشاركة أيضا 240 جواد من 16 دولة. وينضم معي من ميدان الملك عبدالعزيز الفروسية مراسل الإخبارية خالد التميمي. خالد مساء الخير وسعيد بوجودك معي في حلقة اليوم، يعطيك ألف عافية. خالد، ما هي آخر الاستعدادات أيضا لليوم الثاني على اليوم الثاني من المنافسات، وكيف كان اليوم الأول؟ نعم، مساء الخير لك فيصل وللسادة المشاهدين والمستمعين الكرام. تتواصل فعاليات ومنافسات كأس السعودية 2022 بنسختها الثالثة في يومها الثاني والأخير. طبعا يعني سويعات بسيطة فيصل تفصلنا عن انطلاق السباق، وكذلك قبل قليل بدأ توافد الزوار إلى ميدان الملك عبد العزيز في الجنادرية. طبعا فيصل اليوم نتكلم عن فعاليات ثقافية مصاحبة لهذا السباق، تحديدا نتواجد الآن في ركن وزارة الثقافة. اليوم وزارة الثقافة تحتفل برمز الأصالة والكرم، القهوة السعودية. سنأخذ تفاصيل أكثر عن نكهات هذه القهوة مرورا بالعديد من المناطق السعودية. اسمح لي فيصل رحب بالأستاذ محمد المقيد، يعطيكم العافية. أخوي محمد، بداية ألاحظ ما شاء الله تبارك الله كل منطقة موجود فيها المكونات مختلفة عن المنطقة الأخرى، ودي تحدثنا بداية مع المنطقة الجنوبية، وكما لاحظ الزي الجنوبي حاضر في هذا الركن. أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله بقسم عام القهوة السعودية تابع لوزارة الثقافة. احنا فكرتنا أن ناخذ جولة نشوف فيها طريقة تحضير القهوة السعودية من مختلف مناطق المملكة، من الجنوب من إلى الشمال. فمثلا عندنا القهوة الجنوبية مشهورة أنها قهوة فاتحة جدا، إضافة إلى ذلك هي تتميز بإضافة عنصر الزنجبيل. طبعا فيها إضافات ثانية مثل الهيل والزعفران، لكن هي تتميز بأنها فاتحة جدا وفيها زنجبيل. طبعا هيل، زعفران، زنجبيل والمسمار. ممتاز. طيب هذه منطقة الجنوب. هذه منطقة الجنوب، نعم. طيب ننتقل للمنطقة الغربية أخوي محمد. طبعا المنطقة الغربية وش مكونات القهوة؟ المنطقة الغربية شبيهة جدا بالمنطقة الجنوبية، لأن فيها زنجبيل وفيها هيل وفيها زعفران، لكنها تختلف أن ما فيها مسمار. إضافة لذلك بعض الأحيان أهل الغربية يضيفون الحليب المجفف. طبعا كما نلاحظ زي المنطقة الغربية حاضر في هذا الركن. طبعا المنطقة الوسطى محمد، يعني وش المكونات اللي تميزها؟ أنا حاب أختي ريهام تعطيك فكرة عن. يعطيك العافية أختي ريهام. بداية حدثينا عن مكونات القهوة في المنطقة الوسطى. طبعا القهوة في المنطقة الوسطى مكوناتها بس العوادي اللي هو المسمار والهيل، هي معروفة بمسمى الشقرة. كانوا قديما يضيفون الزعفران فقط لإكرام الضيف. الحين هذه المنطقة الوسطى وتعرفنا عليها ومع حضور الزي الخاص بالمنطقة الوسطى. الآن المنطقة الشرقية، يعطيك العافية مدي، أنا معك ولا مع الأخت؟ طيب يعطيك، عارفين عليك؟ العنود. عنود، أول شيء يعني أعطينا مكونات القهوة في المنطقة الشرقية. تمام، القهوة عندنا الحمصة حقتها تكون متوسطة وتكون باللون البني الفاتح، نضيف لها إضافات اللي هي الهيل والعويدي أو القرنفل، وكمان نضيف لها الزعفران. طبعا اليوم أنا لابس اللبس الشرقاوي. إذا ممكن بس تقدمي معانا علشان نكون ظاهرين في الصورة. طبعا حدثين أكثر، تفضلتي معي، حدثين أكثر عن الزي هذا. أنا لابس النشل وهم غالبا يلبسونه بالاحتفالات عندهم، ومعها الطرحة حقتها أو رأس النشل بس. شكرا، يعطيك العافية. يعطيكم العافية. طبعا باقي معنا المنطقة الشمالية، لكن المنطقة الشمالية أبرز مكونات القهوة في المنطقة الشمالية. اللي يميز القهوة الشمالية أنها أكثر حمصة تكون داكنة، فهي غامقة شوي، هذا أكثر شيء يميز القهوة الشمالية. يضيفوا لها المكونات المعتادة مثل الهيل والزعفران والعويدي. طيب أسألك عن سبب يعني سواد القهوة وصفارها،
وش المنطقة اللي ممكن تتميز في سواد قهوتها والمنطقة اللي تتميز في أكثر كونها صفراء؟ هي طريقة حمص القهوة من الجنوب إلى الشمال، كل ما رحت شمال كل ما زادت الحمصة، فمثلا أهل الجنوب حمصتهم فاتحة جدا قريبة إلى الخضرة، بينما إذا رحت القهوة في المنطقة الوسطى تكون شقرة، وإذا رحت شمال عند أهل حائل وشمالها تبدأ القهوة تكون داكنة. الله يعطيك العافية أخوي محمد مقيط، شكرا جزيلا لك. حياكم الله، يا أهلا ومرحبا، شرفتونا. إذا فيصل كما نلاحظ أقف الآن بجانب هذه الشجرة التي ترمز إلى البن السعودي، العديد من الزوار مستمتعين في هذا الركن الذي يستعرض القهوة السعودية، رمز الأصالة والفخر والكرم.